ايش انت ما عم تدرسي؟ ما عم تدرسي. اوه ليش ما عم تدرسي؟ وين ابوك وامك؟ يتيمة يعني؟ طب انت وين عايشة هلا؟ عايشة ببيت جدي وبيت جدي وعيلي. قبل ما نكمل المقطع حابب اقول لكم يا شباب اني لقيت قناة كتير كتير حلوة وممتعة، لكني هلا قدامكم راح اشترك فيها. قناة اسمها يمان ات جوري. هاي القناة يا شباب كتير حلوة، فيها تحديات وفيها فيديوهات للأطفال. الكل بتمنى منكم تفوتوا تشتركوا فيها يا شباب. عاملين تحدي، راح شوف التعليقات كم تعليق راح يروح لعنده يكتب من طرف محمد ديمو. شرط الكل يشترك في القناة، ضروري يا شباب نفوز بهالتحدي لحتى نورجيه انه نحن كفو وقد التحدي. كل واحد بشوف هالفيديو 20,000 30,000 50,000 10,000 5,000، بتمنى منكم ما تخجلوني وكلكم ونروح نكون رقم صعب وقوي اول مرة باليوتيوب. واي واحد حابب اعمل له اعلان بس يتواصل معي على الرقم اللي رح احطلكم يا هون او هون. بانتظاركم بكل جديد. هلا نبدأ الفيديو. امشي لشوف. ايش بدك؟ تليفون. لا لا بعدين. خليني معك على الميدان. لوين؟ الميدان. على الميدان؟ وين ابوك ليش؟ طيب طيب طيب. بروك هلا بروك، خد دروس، موت التليفون دروس هلا. لا بدي تلفون. لك دروس ولا ليش عم تكبر وراك؟ هاي ورا امتحان عشان تحفظهم. ما بدي تلفون هلا، موت التليفون هاد سوق دروس. بدي تلفون. لا اله الا الله محمد رسول الله. محمود بقوم بزتك من هون، ها مسك هالوراق ادرسهم سوق دروس. يلا هلا بوقت التليفونات، جاء لورا بروك يلا دروس. صبرا جميل بالله المستعان، هذا الولد ما عم بيفهم ما بيفهم ما بيفهم. ما راح اعطيك التليفون لو بتموت، بدك تدرس هلا، اخذك على المدرسه مشان تدرس. عم تفهم؟ لا عمو هالولد. انا ايش الله بلاني بولد جربان، والله ما بعرف. يا حبيبي يا محمود مو بدك تليفون؟ ادرس مشان اعطيك التليفون، اذا ما بتدرس ما في تليفون، تفهم؟ ما بدي ادرس بدي تليفون، ما بدي ادرس. يا ولد ادرس الدراسه احسن. دراسه واحده. لا الدراسه احسن في عالم، ما عندها حاجه تدرس. بدي ما ادخلك بدي تليفون. تعلم 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 من البنت، شفت؟ شفت ايش قالت لك؟ قالت لك الدراسة حلوة لأنه في عالم عم تتمنى تدرس وتصير معها كم ليرة مشان تدرس ولادها. أنت مثل الأجدب. الحمد لله عم بقدم لك كل شيء. بدك جوال، بدك تليفون، بدك بياخة، دروس كبار، صير أستاذ، صير عالم، صير شغلة كبيرة. مو تليفون تليفون تليفون. سمعت شو قالت لك؟ لسه عم تجوال وبطيخ. سك هاي وراك، سك احفظهم ودرسهم يلا. سك يلا دروس. ما بدي لك، انا عم بقول لك دروس تضرب منك للتليفون. لك ما بتفهم انت؟ ما بدي. حسبي الله ونعم الوكيل. عمو نزلني هون. هون؟ ايه. نزلي نزلي يا نزلي. هاتي لشوف بنتي، ليش نياله؟ لأنها عم تدرس، في عالم ما عندها مصاري تدرس. ليش انتي ما عم تدرسي؟ ما عم تدرس. اوه ليش ما عم تدرسي؟ وين ابوك وامك؟ ابوك وامي ميتين.
انت وين عايشة هلا؟ عايشة ببيت جدي وبيت جدي وايرين. وايرين؟ بسم الله الله يعيننا الباب. طيب والله ما بعرف شو بدي اقول لك يعني. شو بدك؟ تعال هون. شو بدك؟ عالم معه مصاري عم يدور على تليفون، وعالم عم تتفنى تدرس. يا ولد تدرس تدرس، في عالم ماما مصاري تتمنى تدرس. شفت شلون فهمانين؟ انت عم تقدم لك كل شيء مو عاجبك. يلا عمو انا داي داي هون. لا داي عمو بدين انت يتيم يا عمو. اسمعي يا عمو، انا راح ساعدك وراح سجلك بمدرسة خاصة وراح اعطيكي مصروفك وراح اشتري لك لبس المدرسة وراح اعطيكي كل يوم خرجتك من المدرسة بتدرسي بتاخدي معك محمود مشان تدرسوا سوا. من هون ورايح انت مثل بنتي مثل ما هو ابني، بس بدي منك انك تعلميها الدراسة وتحببيه فيها. هلا راح اخذك معي بالسيارة وروح اشتري لك خاط واشتري لك لبس مشان اسجلك بالمدرسة، زاد انا اخذه على المدرسة، باخذك بسجلك معه، اتفقنا؟ ايه عمو، شكرا كثير عمو، شكرا كثير، انا من زمان ما رحت على المدرسة، شكرا. ولو يا بنتي ولو، شكرا عينك يا عمو. شكرا انك حققت لي حلمي. هذا حلمي؟ ايه. يا الله على الغرام، شو حلم بسيط. موسى برافو، هلا انت وياها بتروحوا على المدرسه مع بعض مفهوم؟ اطلعوا بالسياره خلينا نسجلك. يلا اطلع. يا عيني على الفقيرين، يا عيني احلامهم بسيطه بس مثل حدا يفرح. فعلا احلى شيء بهالدنيا انك بتفرح فقير تكسب فيه حسنات.